خلينا في شركات المساهمة. بعد ما أسس عندي هيجي يقول لي أنا عايز أعمل شركة رأس مالها كذا والمؤسسين معايا كذا وأعضاء مجلس الإدارة اللي معايا كذا والجمعية العمومية عايزها تعقد في مدينة كذا. ليه الكلام ده؟ لأني أنا بطلب منه توكيلات، ولازم في التوكيلات يا شباب ينص على أنه يسمح له في تأسيس الشركات والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمصالح الحكومية والغير حكومية. ليه الثلاث جملات دول؟ ليه بالذات؟ لو ما فيهوش تأسيس شركات لما تروح تأسس مش هينفع تأسس. لو ما فيهوش المصالح الحكومية والغير الحكومية لما تيجي توقع سيادتك على عقد تأسيس الشركة الشهر العقاري هيرفض. يا إما منصوص صراحة عليه في التوكيل إنك أنت تأسس الشركات أو تتعامل مع الشهر العقاري في تأسيس والتخارج من الشركات. دي صيغة مهمة جدا لأنه هي هتواجهك عمليا لما تروح تفاجئ إنه التوكيل بتاعك ما ينفعش إنك أنت تشتغل بيه، وما ينفعش ترجع للموكل تقول والله التوكيل عندي فيه غلط. أول ما يعمل لي توكيلات بقول له طيب أنا عندي خمس نقاط لابد أن أستوفيهم منه. أول حاجة اسم الشركة، أنت هتسميها إيه؟ هو خدها من الموكل، ولازم آخد منه بدائل. يعني إيه بدائل؟ يعني لازم آخد منه اسمه اثنين وثلاثة. ليه؟ لأن أنا أول ما آخد وأروح أشتغل هطلع حاجة من الهيئة العامة من السجل اسمها إيه؟ شهادة عدم التباس. فعدم الالتباس ممكن يكون الاسم اللي ادهوني ملتبس، ما استناش ارجع له تاني، فيبقى معايا البديل وانا واقف. طب شوف لي الاسم ده، طب شوف لي الاسم ده. كان قبل صدور قانون 4 لسنه 2018 لا يجوز ان تكون الشركات المساهمه باسم شخص، باسم انسان. مثلا محمود عبد الحي خالد قبل القانون ما كانش يسمح، اما الان فيسمح ان تكون الشركات المساهمه على اسم بشرط أن يكون أحد المؤسسين فيها وأحد الشركاء اسمه كده. كانت دي بتواجهنا فيها مشكلة قبل التعديل القانوني، القانون 4 لسنة 2018 عملياً إزاي؟ كانت بتيجي شركات من بره ليها فروع بره، ودي حصة أنا عندي شخصياً، عايز الاسم اللي هو مؤسس بيه شركة بره يجي يفتح بيها إيه؟ هنا في مصر. الجماعة الطليان والجماعة الروس والجماعة الإنجليز الطليان بالذات في أسر هناك محترفة حرف معينة واسمها في السوق معروف، أول ما تقول كذا يبقى ده يقصد بيه البلور، يقصد بيه الزجاج، يقصد بيه الساعات، حرف معينة مشتهرة بها ناس معينة. فجي موكل عايز يفتح باسمه اللي في إيطاليا شركة هنا، فالقانون للأسف الشديد قبل قانون تعديل 4 ما كانش يسمح بكده، لأن بقول لك كان بيقول إنه الشركات المساهمة الاسم يشتق من الغرض الذي أسس من أجله. جه في تعديلات القانون 4 اللي حصلت مؤخرا في 2018 فتح الموضوع، قال لك يجوز للشخص أن يؤسس شركة بشرط أن يكون هو إيه؟ واحد فيهم. اسم الشركة أول حاجة هتاخده من الموكل عشان تجيب شهادة عدم الالتباس. رقم اثنين عنوان الشركة فين؟ لازم أخد منه عنوان الشركة عشان أحط العنوان ده في النظام الأساسي. لأني أنا أول ما هاجي أفتح حساب للشركة أول حاجة بعد شهادة عدم الالتباس بيسأل فيها عن إيه؟ عنوان الشركة. بعد كده بسأله عن مين أعضاء مجلس الإدارة، هات لي مين من دول هيبقى عضو مجلس إدارة. في الشركات المساهمة يا شباب لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن كام؟ عن ثلاثة. ما ينفعش يزيد لكن لا ينقص. وبنصحكم نصيحة شخصية، دائما لما تيجي تأسس شركة مساهمة ما يكونش الأعضاء ثلاثة فقط. ليه؟ عشان لو حصل أي مشكلة في الثلاثة، لا قدر الله مات، سافر،
هنا لما اجي اخد اي قرار وهو مش موجود لازم اروح للهيئه العامه للاستثمار تدعي لي الجمعيه عامه عشان تعمل ايه؟ تستكمل وتعين مجلس اداره. طب ما انا لازم اكون في الاول فطن لهذه الامر واخليهم اربعه، خليهم خمسه. مات واحد مات اثنين فالمجلس انعقاده ايه؟ صحيح. لكن انا لو خليتهم ثلاثه، القانون بيقول ثلاثه، لو خليتهم ثلاثه وحصل عندي دروب في واحد الامور خرجت من ايدي. واحيانا بتواجهنا مشاكل كتير جدا في الدعوه العامه لما تيجي الهيئه العامه للاستثمار بتدعي. فانت من الاول خليك فطن، قول والله سيادتك القانون بيقول ثلاثه ولكن احنا نتمنى نكون اربعه وخمسه، وقول له ليه؟ عشان يعرف انك انت راجل فاهم وما انتش كده محامي. قول له عشان لو حصل دروب او واحد سافر يبقى نعرف نتفادى وناخد قراراتنا تبقى صحيحه 100%. ده بالنسبه لاعضاء مجلس الاداره. نيجي نقول له كمان احنا عايزين راس مال الشركه كام في المساهمه؟ ما يقلش عن 250,000. ما يقلش عن كام؟ عن 250,000. عندنا في راس مال الشركه يا شباب حاجه اسمها راس المال المصدر وراس المال اللي هو المرخص بيه، اللي هو ايه؟ المرخص بيه اللي هو انا العب فيه 10 أضعاف المدفوع او المصدر. فاحنا لو عملناها مثلا ب 250 الحد الادنى زي ما بيقول القانون يبقى المرخص بيه كام؟ 2,500,000. لازم ادفع 10% من قيمه راس المال. يعني انا لما اجي اسس لازم ادفع 10%، بروح هاخد التوكيلات بتاعتي وهاخد صور البطايق ساريه، خلي بالك ساريه عشان هي لو مش ساريه البنك مش هيرضى يفتح حساب. هاخد توكيلات هصورهم 5 صور وهاخد البطايق هصورهم 5 صور وهاخد شهاده عدم الالتباس هصورهم 5 صور واطلع بيهم على اي بنك، وان كنت ارجح يكون في الهيئه اي بنك، وبعمل حاجه اسمها بفتح حساب للشركه تحت التاسيس، شركه مساهمه اسمها كذا 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 تحت التاسيس، وبقول في المبلغ كذا البيانات كذا. فتحت الحساب باخد رقم الحساب. في طبعا انت لو فاتح مكتب والموكلين بتوعك معتدين عليك بيجيب لك الفلوس وبتعمل انت كل حاجه، وفي موكل ما يعرفكش فبتدي له رقم الحساب ويروح هو ايه؟ تدي له رقم الحساب ويودع هو الفلوس، ما انت ما تدخلش في ماليات ما لم يكن عميل المكتب، فانت بتشيل الامور من اولها. فده راس المال المرخص به والمدفوع او المصدر ما يقلش عن 250,000. طيب أنا لما أروح أسس شركة مساهمة مصرية وهو مش عايزها مبلغ بتاعها مش كبير، أنا لما أجي أقسم الأسهم بتاعتي أقسمهم على المساهمين وعلى المكتتبين، دي مش بتاعة المحامي، دي بتاعة رجل الأعمال أو المستثمر اللي هو عايز يفتح، هو اللي مليك، أنت ما تدخلش فيه. هو يقول لك ده ياخد فلان وده ياخد فلان وده ياخد، ليه؟ لأنه الكلام ده هنحتاج له بعدين. في حالة عقد جمعية عامة للشركة عادية أو غير عادية، مين اللي بينعقد وقراراته تبقى صحيحة ونافذة؟ 51% من حملة الأسهم اللي هم المساهمين. أنا في الحالة دي وأنا بأسس لازم أواعيه وأقول له خلي بالك، الجمعية العامة للشركة اللي هتكون مهيمنة على الشركة، طبعا ده العام لانه في امور احنا بنعملها اجتماع اول واجتماع ثاني، وفي جمعيه عامه عاديه وجمعيه عامه غير عاديه، ده امور في الشركات اللي فيها مشاكل هنتطرق لها ان شاء الله. ولكن في بدايه الامر انت لازم تكون فطن للمعلومه دي، انه دايما تخلي الموكل بتاعك تامنه في القرارات. لو هي الشركه بتاعته من الاول للاخر وجايب ناس كده بيستكمل بيهم النظام القانوني.
ولكن بعد صدور شركة الشخص الواحد ما أصبحناش في حاجة إلى هذه الأمور. يعني أسسنا، خدنا الرقم المدفوع منه وقسمنا الحصص ودينا كل واحد الأسهم، أنا آسف، ودينا كل واحد عدد الأسهم المدفوع منه. القانون بيشترط 10% ويستكمل الباقي خلال 3 شهور، 25%، وبعد كده يظل 5 سنوات لمدير الشركة أن يطلب استدعاء استكمال رأس مال الشركة. 10% بس؟ 10% بس. طيب أنت بقى كمحامي والموكل بتاعك عايز تعلم معاه ويعرف أنك أنت راجل في الكار يعني وفي السوق، هتعمل إيه؟ 10% اللي أنا أخدتهم منه، ولنفترض أسسنا رأس المال المدفوع 1,000,000 جنيه، فأنا أدفع منه كام؟ 100,000، 10%. أنا مطالب أني أنا أخليه وأستكمل له رأس المال على الأقل 25% كاش، ومن 25 ل 100% أنا بستكملهم بإيه؟ بشهادة مراقب الحسابات.